إسرائيل تستهدف الأبرياء واحدة وتستهدف القادة لتتمكن قدر الإمكان من الخوض إلى اتجاهات الأخرى المستقبلية، لكن لا يعلمون أن سيادة لبنان أقوى من هذا الشأن، ولا تزعزع أي شأن بشأن هذه السياسة أو مهما كانت ترق من الدماء الشهداء الأبرياء. هذه الخوخات والاستهدافات الجبية من قبل الكيان الصهيوني الأمريكي أعتقد أنه هي خطوة في تغيير نمط الحرب، وهناك الفشل الذريع التي وصلت إسرائيل بالحرب العسكرية، ولذلك غيرت من نمط السياسة الاستراتيجية لإسرائيل. حرب جبانة أدت إلى استخدام هذه الحالة بهذه الحرب، لو أنهم لديهم القوة ولديهم القدرة أنهم مقابل رجال مقاومة فيس تو فيس بالتأكيد ما يقدرون، فهذه أنهم وصلوا لهذه الحالة عدم قدرتهم خسائرهم الكبيرة على أرض المعركة، فلذلك أنه لاحظ بدأت تستخدم هذه الحرب القذرة، الحرب اللي حقيقة أدت إلى استشهاد وجرح العديد من أهلنا في جنوب لبنان. في كل العالم للصديق الذي ينتظر، للعدو الذي يتربص، ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت. في كل العالم للصديق الذي ينتظر. أهلا بكم، ردد كلامك وكرر حروفك، فليسمع العالم صوتك وصداه. رجالك في الميدان قائد ينجب قائد، هنا الضاحية، الشهادة هدايا الجهاد توزع على الأبواب، لكن الرضوخ والاستسلام مبدأ من لا مبدأ له، لا يعرفه أبناء نصر الله ولا يعتاش عليه إلا من أراد توسيع ساحة الصراع لاستهداف الأبرياء. متى وأين وكيف سيكون الرد؟ ثلاثة أسئلة تشغل شاشات التلفاز ومنصات التواصل وساحات الرأي العام، لكن الأجوبة لن تخرج من بيروت فقط، فالعدة جاهزة في طهران والهمة حاضرة في العراق، ولا معركة دون اليمن، ولن تنفذ ذخيرة القسام. 351 يوماً والصمود هو العنوان. شاء العدو أن ينتصر فهزم، وانطوت مشاريعه وأجنداته مع الخسائر. كل رهان على المقاومة رابح، وكل رهان على الاحتلال خاسر، ما دام الشرف ينبض في نفوس رجال العقيدة. والحرب يومين وكلاهما لنا. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول سيكون عن تصاعد وتيرة الأحداث بين المقاومة الإسلامية في لبنان والكيان الصهيوني بعد مرور 351 يوم على الحرب في غزة. نناقش بهذا الملف الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا محمد. أهلا بجنابك. وأيضا عبر سكايب الكاتبة والصحفية الدكتورة ثريا عاصي. مرحبا بجنابك. مرحبا بكم. أهلا بحضرتك دكتورة. دكتور فاضل، أسألك بعد مرور 351 يوم ولا تزال غزة الصمود يعني تحت نيران العدو، أسألك كيف تقرأ الواقع الحالي بعد التطورات الأخيرة بالمنطقة واستهداف القادة وخاصة في بيروت؟ تفضل.
نعم، بدنا تحية طيبة لك يا أستاذ محمد ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك عبر الأثير يعني عبر سكايب. يعني أولا السابع من أكتوبر أحدثت نقلة نوعية، تغيرا سياسيا، يعني تغيرا وتراجعا بالمواقف. يعني واحدة من أبرز النتائج التي يعني لمس المجتمع الدولي التغير فيها هي إبطاء بعض الدول عن المسارعة إلى التطبيع وإخفاء بعض الدول المطبعة. يعني كان من المتوقع أنه هذه الدول تعلن عيانا دون أي حرج وغضاضة عن يعني ائتلافها وتقاربها وتطبيعها مع إسرائيل. نعم. لكن ما حدث في 7 يعني أكتوبر أحدث تغييرا في هذه الخارطة. دول كانت تنوي التطبيع أرجأت هذه النوايا، ودول بالأصل مطبعة أخفت هذه النوايا فضلا عن يعني المياه الراكدة. اللي أرجأ تطبيعها من هذه الدول اللي تتحدث عنها هو فقط لم يعلنها بشكل رسمي. هذا الذي أردت قوله محمد، يعني هذا الذي يعني هو ذا الذي جرى بالفعل. يعني هناك دول بعينها كانت تنوي التطبيع دون أن تجد أي يعني غضاضة وأي حرج من تطبيعها. عادة بعض الحكومات تخشى من شعوبها، تخشى من الإعلام. بات الإعلام يشكل يعني يبسط سطوته وسيطرته على المشهد. يعني بات الإعلام هو الذي يحرك المشهد السياسي. يعني بعض الدول تضع مجسات على ما يكتب بمواقع السوشيال ميديا. نعم. وتبدأ بتغيير مسطرتها وتوجيه بوصلتها بما ترتئي هذه الأفكار، مع العلم أن هناك جيوشا إلكترونية وأن هناك رأيا جمعيا يعني ينتج كأنما يريد أن يقود هذه الدول نحو إرادات محددة، كما حدث في دول وفي بلدان. نعم. كثيرة. يعني الربيع العربي كيف حدث؟ شرارته الأولى كانت من الإعلام. داعش كيف احتل مناطق شمالية وغربية من البلاد؟ عبر الإعلام. الحرب الأوكرانية الروسية كيف تم تصعيد إوارها؟ عبر الإعلام. داعش كيف أوجد نفسه ابتداء؟ عبر الإعلام. إذن الإعلام هو الذي يتحكم. وللأسف يعني صارت بعض الدول، ولو تنزلنا وقلنا بعض الرؤساء، ولو تنزلنا وقلنا بعض الوزراء، صاروا يحتكمون إلى المناكف المناجز بالقول ويتزلفون منه ويسكتوه بكثير من يعني تجبى له الأموال والعطايا والجعالات أملا في إسكاته وعدم تهيج الرأي العام ضده. دكتور، أريد أسمع قراءتك الأمنية للوضع بالمنطقة بعد التطورات والأحداث الأخيرة. البعض يرى أن المنطقة ذاهبة لدائرة الخطر وعلى صفيح ساخن، ما هي قراءتك؟ أولا أنا باعتقادي جميع الدول أو أغلب الدول أو الدول الثلاثة المعنية بهذا التصعيد اللي هي إسرائيل وأمريكا وإيران، هذه دائما يعني بالخصوص المواجهة المزمعة بين إيران وبين إسرائيل، يعني هذه هي مدار الإعلام. إيران، دعنا نتفق أن إيران نجحت في تسويق فكرة التهديد، يعني أقلقت المنطقة برمتها، أخافت إسرائيل، جعلتها في حالة ترقب. الولايات المتحدة جلبت يعني غواصاتها وحاملات طائراتها وفرقاطاتها إلى المحيط، وطبعا هذا يستهلك وقود نووي، يستهلك حركة جوند، يستهلك حركة عمليات برمتها، يستهلك انشغال الولايات المتحدة بخطر إيراني مزعوم، وهو بالحقيقة لا يجد له أرضية على الواقع، لأن إيران دولة براغماتية ودولة قومية ودولة تلتفت إلى الأمن القومي الإيراني. لذلك يتعي مليا أن الضرب على إسرائيل هذا يعني هناك ردة فعل على محطات شبه نووية ومحطات كهربائية ومفاصل صناعية واقتصاد شبه ضعيف ووهن، وأقل ضربة قد يعني تصدع المشهد برمته في إيران، سيما إذا علمنا أن الوضع الداخلي الإيراني هناك تعتيم. البعض اليوم بدأ يتساءل عن الرد الإيراني، أين الرد؟ متى سيكون الرد؟ أنا لا أعتقد. بينما وزير الخارجية يوم أمس كان له تصريح بأن إسرائيل على أو الرد على إسرائيل على جدول أعمال. لا أعتقد أن هناك ردا يلوح بالإفق لإيران، وإذا كان ردا موجود على الرفوف ومؤجل تنفيذه فسيكون الرد محدودا، لأن إيران تعي مليا. إيران دولة براغماتية ودولة
تراعي مصلحة شعبها ودولتها ابتداء، وهي تعي ماليا أن الرد سيعقبه رد آخر، وهذا الرد الآخر قد يستهدف البنى الاقتصادية والصناعية والتحتية الإيرانية بشكل يفقد إيران أو يستنزف إيران من طاقتها، سواء كان على مستوى العسكر أو على مستوى الاقتصاد. جيد، أعود لحضرتك دكتور. دكتورة ثريا، أرحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا. ما هي صورة الأحداث الآن في الضاحية الجنوبية، وإلى أي مدى وصلت جرائم الكيان الصهيوني بحق لبنان؟ يعني المسألة فعلا هي نحتاج أن نقول هنا الضاحية، هنا بيروت. والتحية بداية، أنا عم بسمع صوتك، بداية يعني التحية للشهداء وشفاء للجرحى والمجد للمقاومة. الوضع ليس فقط في الضاحية الجنوبية، ولكن أيضا هو يعني يشمل إلى جنوب لبنان وإلى كل مساحة لبنان في الأيام الأخيرة الماضية. يعني تم الاعتداء على كل لبنان من خلال الاعتداء الإلكتروني بتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي وكل الاعتداءات التي حصلت. أما في الضاحية الجنوبية فقد تم تدمير مبنيين من 9 طوابق، يعني برجين سكنيين مدنيين، من أجل الوصول إلى الاجتماع والمكان تحت الأرض لقوة الرضوان. وبالتالي هي بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان. وكما نرى اليوم يعني هناك غارات لم تتوقف منذ الصباح على كافة أنحاء جنوب لبنان، بكافة القرى والبلدات الجنوبية. وإلى حتى هذه الساعة الغارات لم تتوقف. وفي المقابل المقاومة اللبنانية، المقاومة الإسلامية، لم توقف يعني أيضا عملياتها في جبهة إسناد غزة والشعب الفلسطيني والشعب. طيب أسألك دكتورة غزة عن خيارات الرد المتاحة أمام المقاومة وتوقعاتك بهذا الجانب. موضوع خيارات الرد هو تركها السيد لقرار للدائرة الضيقة. والرد هو باستمرار جبهة الإسناد، باستمرار عمليات المقاومة، ونتركها للأيام القادمة. يعني حتى الآن واضح أن هناك قرار أمريكي إسرائيلي ببدء الحرب على لبنان، وليس فقط أنه كنا نعيش في السنة الماضية منذ 8 أكتوبر إلى اليوم جبهة إسناد وحرب استنزاف على الجبهة اللبنانية. الآن واضح أن هناك يعني قرار ببدء الحرب على لبنان، وسوف نرى بالأيام والساعات القادمة. نحن نعرف أن الأمين العام كان قد قال سوف ترون ما لا تسمعون، يعني لحتى سوف ترون الرد ولن نخبركم عنه. فبالتالي لا أعتقد أن أحدا منا يستطيع أن يتوقع توقيت الرد أو ماهية الرد أو كيفية الرد. ولكن الرد الأولي الذي حصل هو استمرار تصعيد عمليات جبهة إسناد غزة. استمرت المقاومة بعملياتها كما وعد السيد وسماحة السيد نصر الله، ويعني المقاومة مستمرة، وأكيد الرد آتي، ولن تنجر المقاومة إلى يعني لا المقاومة ولا محور المقاومة لن ينجروا إلى ما إلى أهداف إسرائيل، يعني إلى توصيلها إلى أهدافها. نعم. بتحويل الأنظار
عن غزة أو فصل الساحات الجبهات، فصل الجبهات بين غزة ولبنان واليمن، وكان واضحا في وقف أي تفاوض بموضوع لبنان أو فصل موضوع لبنان عن موضوع غزة، وهو استمرار دعم يعني الذي يريد إعادة سكان الشمال كما أعلن الولايات المتحدة. من يريد إعادة سكان الشمال إلى شمال فلسطين المحتلة عليه أن يوقف العدوان على غزة. كل الموضوع مرتبط بموضوع المفاوضات التي يديرونها أو يضحكون علينا في بموضوع غزة. هو الموضوع الأساس وقف الحرب على غزة. واضح أن الإسرائيلي أعلن أو بدأ حرب إبادة بالصيغة اللبنانية على لبنان من خلال عملية عدوان البيجرات. نعم البيبر. وضحت الفكرة دكتورة ثريا إذا تسمحي لي، وضحت الفكرة دكتور فاضل أسألك. يعني نحن شفنا دكتورة ثريا إذا تسمحي لي أعود لحضرتك، كم من الأطفال والنساء الضحايا المدنيين الذين ارتقوا شهداء في هذه المجزرة الأخيرة. جيد. وبالتالي هي حرب إبادة على لبنان. جيد دكتور فاضل أسألك، خيار اجتياح لبنان وارد، وما موقف الجمهورية الإسلامية في حال حصل هذا الاجتياح أو اشتد حجم المعركة والقصف المستمر الذي نراه اليوم؟ شوف، عملية تصعيد إذا كسر العظم والاجتياح البري ويعني أمور مثل كهذا القبيل لا أعتقد أنها ستقع. إسرائيل أعتقد أن لديها ضبط لإيقاعها، وهي تعلم مليا حجم المخاطر التي تحف مثل هكذا قرار خطير قد يجعل المنطقة على كف عفريت، وقد يدخل المنطقة برمتها بمرحلة تتدخل فيها كل الدول وتختلط فيها جميع الأوراق. لذلك ابتداء لا أعتقد، لكن العملية الأخيرة ما كانت بالعملية البسيطة، يعني تقريبا سقوط 3000 بين جريح وشهيد. العملية الأخيرة هي عملية معد لها منذ أكثر من يعني منذ أكثر من 5 سنوات. خلت كثرت التكهنات في هذه العملية، البعض قال أن هناك فضاء سبراني سيطر عليه الكيان الغاصب، البعض الآخر قال أنها مراقبة، البعض قال أنها اختراق. هي لا هذه ولا تلك، هذه الأجهزة للأسف القائمون على ملف الكوميونيكيشن فاتهم أنهم يريدوا أن يلجوا إلى الأجهزة النمطية والقديمة للهروب من ملاحقة التقنية والتكنولوجية. نعم. لكن فاتهم أن الأجهزة القديمة هي أجهزة يسيرة بالمراقبة والمتابعة، لأنها ليست فيها تعقيدات المتاهة كما بالهواتف الحالية، بل على العكس الهواتف القديمة تعطي فسحة ومرونة أعلى وبساطة أكثر لعمليات المتابعة والمراقبة. لذلك يعني هذه هذا الجهاز المنادات هو جهاز تم تدجين بطاريته بجسم غريب، وإلى هذا التليفون العادي، هذا الهاتف العادي، هذا خليه ينفجر يحترق بمحله وسرعان ما يخمد يطفأ. لم نسمع أن هاتفا انفجر، كم مضى عليه؟ نعم. هاتفا انفجر وقتل صاحبه، قد يحترق يعني عملية فاير لوكال، يعني عملية حرق محلي مكاني، مكان حادث فقط. لذلك يعني هذا تم تفخيخ، تم إضافة جزء يعني يسير في بطارية الليثيوم، وهذه معلمة مسومة بكود نمبر سيريال نمبر، وهذا السيريال هو مكون من 6 أرقام، ومن الطبيعي بمكان 6 أرقام مع صاعق صغير جدا ومربوط بغاز الليثيوم، وعملية أكسدة وتفاعل، وعملية اتصال واحدة بلحظة واحدة أدت إلى تفجيره. يعني اليوم أنا رأيت يعني التقرير يبين تفجير هذا الجهاز على دمية تحاكي الجسم أو الجسم البشري، ففصلت هذا الجسد إلى قسمين. الفيلم موجود، لو سنحت لي الفرصة قبل ساعة من دخولنا الاستوديو
كان عرضنا معادل صوري أثناء نعم. الحرب. هذا هاي البطارية مدجنة فيها قطعة صغيرة من الصعق مع ماتيريال ليثيوم، صار هنا سبارك مع كود يعني سيريال نمبر واحد، اتصال واحد مع محاكاة واحدة سبب عملية التفجير. أين الخلل يقع؟ يقع بعملية التعاقد، نعم، يقع بالشركة المتعاقدة، يقع بالشركة المصنعة، يقع بعملية الاستيراد لأكثر من 5000 جهاز، يقع أين خبراء الاتصالات لديهم؟ يعني أي جناح عسكري، أي مقاوم وأي جهة سياسية لديها جناح عسكري. هسه حتى داعش، داعش هم لديه هيئة تطوير وتصنيع، تطوير وتصنيع، قامت بتحوير وتطوير وتصنيع الصواريخ، طوروا صواريخ، طوس خرمات ضربوها، ضربها جمال مشهداني اللي الآن ملقى القبض عليه بصواريخ 18 صاروخ محورة برؤوس كيميائية. دكتور، انتقلنا من حرب المسيرات إلى حرب البيجرات، برأيك المرحلة القادمة شنو تتوقع أنه راح يتم بها استخدام التكنولوجيا بشكل أوسع؟ أنا أعتقد كل جهاز، يعني كل شخص يحمل بيده حديد أو جهاز ماغنتس أو جهاز يبث يعني بريسيفر، يعني مو بريسيفر، يعمل بمبدأ الريسيفر أو يعمل بمبدأ الأنتي ريسيفر، نعم، قطعا سيكون جاهزا للاستمكان. لذلك الرجوع كثيرا إلى يعني إلى الأساليب البدائية سيكون هو الحل الوحيد لذلك. جيد، استهداف القادة، الانتهاكات المستمرة من قبل الكيان الغاصب، الكثير من الأمور اللي تجاوز بها الكيان الغاصب الخطوط الحمراء، لابد من الرد بأساليب أو أن يضعوا حدا لها. كيف من الممكن هذا الأمر؟ نابليون بونابرت سألوه كيف حققت هذه الانتصارات، قال كنت لا أستهين بعدوي، ما أهون بعدوي، أنا عدوي أزدريه وأبغضه وخصم إلي، نعم، لكن بالوقت عينه كن أنا ما أقلل وأحط من قدرته التدميرية والخبيثة. العدو يمتلك قدرات الـ 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 يعني الفضاء الخارجي بيده، الآن يستطيع أن يوقف سيارتك بالريموت كنترول، الريموت كنترول بحد ذاته يفجر وهو بين قبضتك. الدراجة النارية أقول اللي إحنا نصنع عليه الكويل موجود بأيضا ماتيريال قابل للتفجير. الطائرة يعني هسه أنت هذا الجهاز لو كان أحدهم راكب في طائرة ركاب وجهازه بجيبه وهاي الطائرة وهذا الجهاز تم تفجيره، والطائرة كلها تفجر. الباخرة، العجلة، الموقع، المسرحيات. لذلك نحن إزاء حرب ضروس، وهذه الحرب سوف لن تستخدم بها الأيادي البشرية، سيكتفون بالتقنية غير المعدومة. دكتورة ثريا، يعود لحضرتك أسألك عن حجم التأييد الداخلي لحزب الله في حرب ضد الكيان الصهيوني مع تطور الأحداث الأخيرة، وأيضا لماذا البعض يعتمد الوقوف ضد أبناء جلدته في هكذا ظروف ومواقف؟ لا، حقيقة يعني في الأيام الأخيرة شهدنا وحدة وطنية يعني عالية جدا في لبنان من كافة الأطياف ومن كافة الطوائف ومن كافة الشرائح اللبنانية. يعني قلة قليلة من اللبنانيين، وكما ذكرتم في البداية بموضوع الإعلام، يعني هي في الإعلام يبدو أنه ممكن لأن هناك سيطرة استعمارية، سيطرة غربية، سيطرة صهيونية على الإعلام العربي وعلى الإعلام بشكل عام، يعني والبترودورال. وبما أنكم تكلمتوا في بداية الحلقة عن دول التطبيع وتأثيرها والعلاقات الإسرائيلية، يعني وشهدناها في طيلة العدوان والحرب الإبادة التي تشهدها غزة في السنة الأخيرة. وبالتالي هؤلاء يوجد منهم في لبنان. على مدى يعني تاريخ لبنان كان يوجد هذا الانقسام، ولكن في الأيام الأخيرة وبعد هذه السنة المتوحشة على غزة، لا،
الذي لاحظناه أنه أو شاهدنا في الشارع اللبناني كم هناك تعاطف، ويعني خاصة بموضوع البيجرات وكيف تهافتت الناس إلى المستشفيات للتبرع لا هناك حاضنة شعبية كبيرة للمقاومة من كافة الطوائف والأطياف اللبنانية. وهنا يعني أريد أن أسجل ملاحظة حول ما تقدم به ضيفك في موضوع التفوق التقني لدى العدو. يعني هناك اعتراف من قبل المقاومة بالتفوق التقني والتفوق التكنولوجي والتفوق الحربي أيضا لدى العدو الإسرائيلي ومن خلفه. يعني نحن لا ننسى أنه الذي يحاربنا ليس فقط الذي يحارب غزة، من اتخذ القرار بالإبادة في غزة وفي الضفة، ليس فقط الإسرائيلي، الإسرائيلي وراءه. نعم. حتى في العدوان على الضاحية وعلى بعملية البيجرات وكل ذلك، نحن نجد الغرب الأطلسي كله وراء إسرائيل في ذلك، يعني بحرب. نعم. بالحرب على غزة والعدوان والإبادة التي يتعرض لها الشعب. نعم. الفلسطيني في فلسطين. جيد. هناك التعاون البريطاني الأمريكي الفرنسي الأوروبي الألماني وكذلك في الحرب على لبنان، ولبنان يتعرض. دكتورة ثريا، تجاوزنا على الوقت المخصص للملف الأول. الدكتورة ثريا العاصي الكاتبة والصحفية اللبنانية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم. دكتور فاضل ستكون معنا أيضا ضيفنا في ملفنا الثاني. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التصعيد الأخير بين المقاومة الإسلامية في لبنان والكيان الصهيوني. نتابع. مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن التصعيد الأمني والسياسي الأخير وردود الأفعال التي رافقت صفقة المدافع الثقيلة التي تسلمتها قوات البيشمركة من الجانب الأمريكي برعاية الحكومة العراقية. نفتتح هذا الملف وإياكم بتقرير الزميل شيبان سام. مدافع البشمركة الأمريكية تشعل فتيل الأزمة بين الأوساط السياسية في العراق. مجدداً الدستور يخترق بالأسلحة الثقيلة بصفقة رفضت حكومياً خلال السنوات السابقة قدمتها الحكومة الحالية بميزات يفتقرها الجيش العراقي أمام البشمركة بمدفعية ثقيلة ومتطورة خارقة للدروع. هذا موضوع خطر جداً، موضوع إعطاء الأسلحة والمدفعية والهوانات إلى حكومة إقليم كردستان. هذا سيخلق نوع من عدم الاستقرار وعدم الثقة، وهذه رسائل قد تكون كبيرة ومؤثرة. نحتاج اليوم
إلى التعامل مع هكذا موضوع حساس خاصة بالجانب الأمني. تسليح القوى الأمنية المحلية بأسلحة ثقيلة هذا لا يتلائم مع نصوص الدستور العراقي. إذن هذا التسليح أنا أعتقد يجب أن يكون به مراجعة. أولا هذا يعطي إشارات خطر وحقيقة خوف لكثير من القوى السياسية، لكثير من المحافظات المجاورة لإقليم كردستان، حتى أنا أعتقد هنالك مخاوف من قبل الأحزاب الشريكة لحكومة إقليم كردستان، وبالتالي أنا أعتقد هذا التسليح ليس في محله. ويرى مختصون في الشأن السياسي كان من المفترض أن تصل هذه الأسلحة إلى الجيش العراقي كونه يدافع عن جميع المحافظات، مؤكدين تسليم تلك المدافع بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية لإقليم كردستان يمثل خرقا أمنيا، وربما تستخدم تلك الأسلحة في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلا. هذا خطأ كبير، لأنه البيشمركة تعتبر من القطاعات العسكرية الخفيفة وليس لها حق أن تمتلك الأسلحة الثقيلة، الأسلحة الثقيلة هذه تعتبر خاصة بالجيش العراقي الذي هو يحمي المنطقة العراقية أو الحدود العراقية في كافة المناطق حتى في الأقليم، للجيش العراقي الحق أن يتواجد هناك. تساؤلات كبيرة يثيرها قرار تسليح البيشمركة بمدافع هاوتزر، هل ستستخدم في محاربة التدخل التركي أم ستستغل لأغراض سياسية؟ من بغداد شابان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا أجدد الترحيب بحضراتكم، وأجدد الترحيب بالخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، أيضا عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أستاذ وفاء محمد، مرحبا بحضرتك. تحياتي. أهلا بجنابك دكتور فاضل. البنتاغون يجهز البيشمركة بمدافع هاوتزر بمباركة الحكومة العراقية، أسألك شنو قصة هاي المدافع، منو تعاقد عليها، شلون تسلمت للإقليم، وشنو هاي الضجة اللي حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الأطراف السياسية المهمة بالبلد؟ يعني محمد أنا أعجب على هاي الضجة اللي أثيرت حول هذه المدافع. أولا البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع الوطني، ثانيا البيشمركة هي ليست بدعا عن الأجهزة والقوات الأمنية العراقية، وهي ليست خارج عن طاعة حكومة المركز وحكومة الحكومة الاتحادية، بدليل أنها في عمليات تحرير العراق الأراضي العراقية من دنس داعش أبان 2017 وما تلاها كانت البيشمركة تمسك قواطع خطرة جدا، وقد اطلعت بدور كبير. ثالثا هذه الصفقة هي لم تتم من البنتاغون إلى البيشمركة، هي بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات المتحدة. الحكومة الاتحادية وقعت هذا العقد في زمن وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وقام بتعديله وزير الدفاع السابق أو الأسبق جمعنات، والحكومة المنقضية هي من قامت برصد الأموال ودفع الأموال ويعني إنهاء التعاقد بهذا الشكل، والأسلحة وصلت منذ أكثر من عام ونصف إلى البلاد، لم نسمع أي اعتراض وأي ضجة قد أثيرت. لماذا تثار هذه الضجة؟ يعني البيشمركة راح يستخدمون هاي المدافع ضد القوات المركز والاتحاد؟ هذا كلام ليس دقيق، حتى اللي يريد يسوقه ويريد يوجهه فيش تسويق، هم أعتقد تسويقه غير منطقي وغير معقول. أما من يتبنى هذه وجهات النظر أعتقد أنه لا يملك نضجا أمنيا. جيد، هذه المدافع صار لها فترة طويلة موجودة لم تسلم إلى البيشمركة، من المسؤول عن تسليمها إلى البيشمركة أولا حتى نناقش بقية؟ وزارة الدفاع قطعا، وزارة الدفاع المركزية المركز هي المسؤولة عن ذلك، ويعني وزارة الدفاع هي من تقدر حجم الأسلحة وقوة الأسلحة ولمن تسلمها، وقطعا وزارة الدفاع تملك رؤية ناضجة. جيد. وتملك رؤية تقديرية أفضل منه ومنك ومن أي شخص، لأن هي جهة التخصص يا محمد، هي التي تقدر تمنح هذا السلاح للشرطة الاتحادية، تمنح هذا السلاح إلى مكافحة الإرهاب، تمنح هذا السلاح إلى وزارة القطع قيادات العمليات المنتشرة في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد. والمعترضين اعترضوا على هذا السبب، يقول لك يعني هل من الممكن أن نستلم وزارة الداخلية اليوم دبابة؟ هذا السلاح المدافع الهجومية فقط للجيش العراقي. أخو احنا هم عندنا طائرات الـF-16، أخو الإقليم ما عنده طائرات، عندنا صواليخ خير فاير
القوى الإقليمية، ما عنده صارق لهذا يعني عندك لجيشك، للجيش العراقي. ما هو ما هي البيشمركة منه؟ البيشمركة جزء من قوات محلية. البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني، هي حالة حال الوحدات العسكرية في المركز. تقول لي لكنها مسؤولة عن حماية مناطق ومدن، يعني الأمن الداخلي بالإقليم. لا، البيشمركة متى ما احتاجت قوة، يعني القوة المركز والقوة الحكومة الاتحادية. يعني اليوم إذا وقع هجوم لا سمح الله في الموصل، في أطراف نينوى، في كركوك، واحتجنا قوات من بيشمركة سليمانية، قوات من بيشمركة أربيل، يعني البيشمركة تمتنع؟ هاي هنا يصير عصيان ومشاققة وتمرد، قطعا لن تمتنع. احنا خلينا نتلقى الخبر ونحلله بطريقه مرنه، مو بطريقه متأزمة. خلينا نفهم هذه المدافع عملها شنو، كونك خبير بهذا الشان. هل بالفعل هي مدافع هجوميه؟ مدى هذه المدافع وقوتها وتاثيرها وخطورتها؟ اول شيء هي مدافع تقليديه، هي ليست مدافع، هي لا مدفع عملاق ولا مدفع خارق، هي مدفع نمطي وتقليدي تم تهويله وتم النفخ في صورته. هو لا يتفوق على المدفع الفرنسي. نعم. اللي حسم أجزاء كبيرة من معركتنا ضد دولة التمكين الداعشية. لكن أنا أرجع وأقول أستاذ محمد، ليش هذا التهويل؟ ليش في هذا الوقت؟ هم أرادوا أن يلصقوا هذه المدافع بالحكومة الاتحادية، لكن الحكومة الحالية، لكن الحكومة الحالية لم تتعاقب. بهذا السؤال إحنا نسأل هذا السؤال. خلي أسأله الأستاذ محمد. أستاذ محمد، ليش هذا التهويل؟ شريكم السابق بالتحالف الثلاثي ما راضي على تسليح البيشمركة، أعلن رفضه بشكل قاطع بتغريدة وأيضا عبر إحدى القنوات الفضائية بلقاء تلفزيوني. شنو سبب هذا الرفض بهذا التوقيت برأيك؟ نعم، تحياتي لحضرتك الضيف الكريم ولجميع المشاهدين الأعزاء. أهلا بحضرتك. الصوت واضح عندكم؟ واضح جدا، تفضل. نعم، طبعا أنا أبدأ أولا ببيان وزارة الدفاع، لأن أولا يجب نبدأ بالبيانات الرسمية القانونية. نعم. اللي يوم الخميس أصدر بيان وقال بأن هذه المدافع سلمت إلى منظومة عسكرية وطنية وهي قوات البيشمركة، وهي صفقة قانونية ودستورية، وطالب هيئة الإعلام أن لا يعني يندمج مع كثير من هم ما سموه الأكاذيب، لأن لا خوف لتسليح قوة نظامية عسكرية مستند على المادة الدستورية 121 الفقرة 5 بأن قوات حرس الحدود يجب أن تسلح. يعني بعدين قوة جيش بماذا تسلح؟ تسلح بالرشاشات وبالمسدسات وبالكلاشنكوفات؟ مو معقول. يجب بعدين هذه الأسلحة، هي للمعلومة هي أقصى مداها 30 كيلومتر، أقصى مداها، وهي 24 قطعة، وكان المفروض أن تسلم في سنة 2016، ولكن يعني سلمت الآن في 6 آب قبل شهر وعشرة أيام أو شهر ونص تقريبا، سلمت بموافقة القائد العام. المعترضين يتساءلون شنو حاجة البيشمركة لسلاح المدفعية هذا؟ دائما عندما تكون جيش أو عندك قوة مسلحة يجب أن تسلح بأعدد أداء. هذه مدافع هجومية. هذه مدافع هجومية يعني تحتاجها بمحاربة لا 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 من؟ لا لا لا، هاي مدافع هجومية ودفاعية أيضا ممكن تستخدم للدفاع. هي وللمعلومة هذه المدافع ليست بهذه الخطورة أصلا. في كثير من البلدان المتطورة واني أكاديمي عسكري، هذه المدافع خارج عن الخدمة للمعلومة. طبعا في كثير من البلدان المتطورة خارج عن الخدمة، لأن الآن حرب المسيرات، حرب الصواريخ البالستية، حرب الإلكترونية، حرب التفجيرات أصبحت أخطر شيء، والبيشمركة لا يمتلكون لا مسيرات ولا صواريخ بالستية ولا طائرات ولا حتى ما سمحوا لهم بإعطاء صواريخ باتريوت للدفاعية. لأن أنت تعرف أقليم تعرض للهجوم أكثر من مرة، مطار بغداد، العفو، مطار أربيل، قصف أربيل، قصف مدن أربيل. حتى الكونغرس الأمريكي، لجنة التفويض العسكري في الكونغرس الأمريكي قال يعني بأن نعطي الباتريوت في 2024، ولكن لحد لم يتم هذه الصفقة. هذا الموضوع هو خلاف سياسي. تصريح السيد محمد حلبوسي جاء بعض الخلافات السياسية مع الأقليم. يعني كان المفروض يعني هو لا أي خلافات اليوم هذا شريككم وحليفكم السابق. صحيح صحيح.
اليوم اليوم لما نشوف الاعتراض بهذا الحجم ووصفه بانه خارق دستوري. لا، الفقه الدستوري شو يقول؟ روح اقرا المواد الدستوريه. حرس الاقليم يجب ان يسلح. شنو يعني بيش يسلح؟ مو انا اقول، السيد محمد السيد محمد الحلبوسي اللي يقول هذا خارق واضح للدستور. الظاهر هو نسى قبل عندما دخل ائتلاف الدوله، قال انه الخرق الواضح للدستور وجود الفصائل المسلحه بها الاسلحه الثقيله في محافظه الانبار، وطلب ان تخرج هذه الفصائل وان يكون قوه محليه. هل الان هو تناسى عن مطالبه الشرعيه والقانونيه والدستوريه؟ ملف المغيبين، العفو العام، وخروج الفصائل، هاي كلها تناساها الان لانه اصبح حليف لبعض القوى بالاطار. الان يعني يريد صفقه سياسيه للعام الماضي، ونحن نعرف هاي الصفقه، وهو قال بفم لسانه بانه سيروح صفقه سياسيه، ويعتقد ان الديمقراطي راح يدخل ويا السوداني بصفقه سياسيه اخرى. اذا هاي الخلافات السياسيه، اليوم انت عدوي باكر انت صديقي، هذا ما صار مع السيد محمد، ونحن نستغرب من مواقفه، لانه السيد مثلا الشيخ خميس الخنجر بالفعل الديمقراطي راح يروح ويا السوداني، ذاهبين بهذا الاتجاه؟ لا، هو هذا اعتقاده. احنا بعد لنا سنه كامله على الانتخابات، هو هذا التصور ماله، لانه الخلافات صارت في انتخابات مجلس محافظه كركوك ونينوى ودياله. بدات الخلافات في كركوك ونينوى ودياله، اتجه الحلبوسي مع الاتحاد الوطني، والديمقراطي اتجه مع قوى اخرى، وكان إلى موقف الحلبوسي في حسم كثير من النزاعات ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثل محافظ كركوك، مثل محافظ نينوى، وهذه المواقف السياسية هو يعني يريد يحضر نفسه. الرجل برر الموقف ويقول نحن كطرف مهم بالعملية السياسية وطرف مكوناتي له ثقة، يقول إحنا اليوم نشعر بالخطر ببعض مناطقنا في نينوى وكركوك، يقول ولو كنت في موقع في رئاسة البرلمان سياسي كبير لسبب يعني واحد كان وزارة الدنيا الدفاع. لا، أنا أقول لك قائد العام وزارة الدفاع أو الأمريكان عندهم بعض الشروط على هذه المدافع، اللي هذه المدافع تحتاج من 6 أشهر إلى سنة ليتم تركيبها والتدريب بها واستخدامها. يعني إحنا نحتاج لنا من 6 أشهر إلى سنة، وأعتقد الضيف العزيز يعرف هذا كلامي شنو، يعني لأنه خبير بهذا الموضوع. يا أستاذ العزيز، هاي أكو عليه اتفاقيات، يعني ما يقدر البيشمركة، وبعدين سلم إلى من سلم؟ يعني خل نسأل إلى من سلم؟ سلم إلى كتيبتين، هاي كتيبتين إدارياً للإقليم ولكن عسكرياً تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشاع السوداني. وممكن كما قال الضيف الكريم، إذا غدا لا سامح الله لو كان هناك خطر في أي وقع في العراق يستخدم هذه الكتيبتين بالمدافع للدفاع عن العراق. نعم، جيد، هذه المعلومة. جيد، إذا تسمح لي دكتور فاضل، سؤال يطرح، ماذا سيستفيد العراق من تسليح البيشمركة؟ هل مثلا لحماية المناطق الحدودية من الاعتداءات التركية، من الخطر على الحدود العراقية، لو راح يبقى للاستعراض فقط مثلا، لو شنو؟ أستاذ محمد، احنا عندنا قوات حدودية متاخمة على الحدود، عندنا الحدود العراقية الإيرانية، عندنا الحدود العراقية السورية، عندنا الحدود العراقية التركية والأردنية، تسليح قيادات العمليات هناك، هل هناك قيود وموانع على تسليح قيادات العمليات هناك؟ قطعا لا توجد. يبقى العراق تحول، قبل 2003 كان يمتلك جيوشا موازية للجيش العراقي، وهي كانت جيوش غاشمة، نعم، جيوش متغطرسة، جيوش كانت لا تأمن دول المنطقة منها، كما حدث في تسعينات القرن المنقضي حينما غزا صدام بجيوش موازية ولم يستعن بالجيش العراقي، لأن الجيش العراقي كان حرفيا مهنيا، فاستعان بالحرس الخاص والحرس الجمهوري والجيش الشعبي وفدي وصدام والأمن العام والمخابرات، استعان بالجيوش الموازية وعطل الجيش العراقي. كانت القوات آنذاك هي قوات هجومية، الآن قوات الجيش العراقي بكل صنوفه، نعم، هي قوات دفاعية تدافع وتحمي أسوار الوطن. دكتور أجو ياك، إذا الموضوع بهذه البساطة، ليش هذه صار لها سنة تقريبا أو أكثر من سنة، هذه المدافع من وصلت وحاجزيها؟ بعض الكلام يقول حتى في زمن مصطفى الكاظمي عندما استشار القوى السياسية رفضوا رفضا قاطعا. إذا الموضوع بهذه البساطة، ليش أنا المحجوزات كل هذه الفترة؟ صدق واعتقد لم يكن هناك أي رفض. بعدين أكو قضية، إذا ليش محجوزات إذا ماكو رفض؟ ها، التسليم، عملية التسليم الـ CIF، عملية التسليم
في ميناء أم قصر تأخرت بسبب الدور والتسليم. ولا تنسى كانت أحداث ساخنة، يعني كان هناك يعني التغيرات السياسية وكان هناك التناكف السياسي على أي وجه، لذلك تغيرت. أعتقد هي وصلت العام المنقضي ولم تصل هذه السنة، يعني لم تصل في عام 21، وصلت في عام 2023. وأعتقد عملية التخويل أنا والله العظيم إلى الآن أقف متحير، أريد أبحث عن إجابة شافية ووافية عن سبب التهويل. طيب هناك أسلحة، أنا تحدثت في عام 2017 عن أسلحة ألمانية تم تجهيزها إلى البيشمركة، لم تكن هناك عمليات تهويل. البيشمركة هي وزارة وهي صنف يتبع وجزء من منظومة الدفاع الوطني، وهي قطعاً لن تكون ولم تكن في يوم ما يعني قوة عاصية متمردة مشاققة على القوة الاتحادية، وقطعا لن يصل ولن نصل إلى مرحلة الاعتدام. يقول لك هذا رأي الحكومة الآن اللي أمرت بالتسليمهن، لكن ما كان رأي الحكومة هذا قبل سنة عندما احتجزتهن كل هذه الأشهر؟ لو مسلمين كان هسه هاي الست أشهر اللي يحتاجون حتى يدخلن الخدمة كان دخلن الخدمة. لا مهن الأسلحة ذني ما الحكومة الحالية ما لها دخل بتوقيعها ولا باستيراتها بتسليمها ولا دفع أموالها. لا بتسليمها لها دخل، معنونة إلى البيشمركة ومسومة إلى البيشمركة وبالموازنة إلى البيشمركة وتسليمها من قبل وزارة الدفاع إلى البيشمركة وموافقة القائد العام القوات المسلحة. أنت تريد تقول لي أن هناك انفعال وتأزيم سياسي يؤدي إلى إبطاء تسليمها إلى البيشمركة؟ بعدين الـ يعني الإقليم بشقيه أربيل والسليمانية هو مع وفاق مع هذه الكتل. هذه الكتل قد تكون جزء من السنة الآن في خلاف مع الإقليم، لكن في الجو العام ولا يوجد هناك أي مناكفة أو خصومة. باختصار شديد راح هذا الموضوع أو هذا الملف راح يلاقي بعض الاعتراض من قبل دول الجوار؟ لا أعتقد ذلك. دول الجوار يعني ليس عليها أن تتدخل، هذا شأن داخلي جي. وليس عليها جي. أن تتدخل بسياسة التسليح والتجهيز اللي تتبعها الحكومة جي. الاتحادية قطعا لا دخل لها. جيد أستاذ محمد، ليش الحكومة أخرت تسليم المدافع لمدة سنة وتركتها بالمنافذ؟ أكو تصريحات أنه هاي المدافع تحتاج سنتين حتى تدخل الخدمة أو سنة على حد أقل، ليش هذا كل هذه الأشهر كانت واصلة لميناء أم قصر ولم تسلم إلى البيشمركة؟ تقريبا الموضوع كان بخلل فني، يعني موضوع التسليم اللي هي وصلت إلى الميناء 2023، يعني خلال سنة وأشهر، مو كما أكو بعض الكثير من الشخصيات يدعون بأنها وصلت من 2016. صحيح كان يجب الموافقة، هي تمت عام 2016 أيام حرب داعش، كان موافقة بأن يسلح قوات البيشمركة من ذلك الوقت، وذاك الوقت كان مو 24 مدفع، الآن هو 24، ذاك الوقت كان المفروض يكون 36 مدفع يعني هاي. ولكن هو الموضوع إذا خلال سنة كاملة مواضيع فنية وتأخير التسليم، هذا ما بي جنب السياسي ولا بي خلاف سياسي ولا بي أصلا، يعني كما قال السيد محمد حلبوسي بأنه قالوا أنه إحنا رفضنا رفض كامل، لا هذا الكلام مو صحيح، ماكو أساسا، يعني بزمنه ما صار هذا الشيء أبدا، هو فقط بعض التأخيرات يعني إجراءات روتينية، ماكو أي سبب سياسي لمنع التسليم. والدليل بيان وزارة الدفاع واضح يوم الخميس، شوف شو يقول، يعني هم متأكدين ومطمنين 100% أن هذه الأسلحة في أيادي أمينة وللدفاع عن العراق، إن كان في أي جزء من محافظات العراق، إن كان من الإقليم وإن كان بالوسط وإن كان من الجنوب، ولهذا أنا أعتقد هذا التأخير مو متعمد. نعم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستان الأستاذ وفاء محمد، أشكرك جزيل الشكر، شكراً جزيلاً لك. والخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، شكراً جزيلاً لحضرتك. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، قبل الختام نذهب إلى الموجز الخبري. السوداني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس فريق احنا بخدمتكم يعلن إطلاق منصة التطوع الوطنية ويؤكد شمول جميع المتطوعين بالتدريب. وزارة التربية تعلن إكمال استعداداتها للعام الدراسي غدا الأحد بمشاركة أكثر من 12 مليون طالب.
النزاهة تعلن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق وثلاثة من أعضائه. وزارة البيئة تعلن تطهير 4000 متر مكعب من الألغام على مستوى العراق وتشكيل لجنة لمعالجة حقول الألغام. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.